قصي خولي يستعين ببلقيس ليعلن طلاقه. زوجته فقدت أعصابها. وناديم جيم تعلق: مرحبا ويسعد أوقاتكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. أثار الفنان قصي خولي فضول المتابعين بنشره ستوري لأغنية انتهى للفنانة بلقيس، معلقا عليها: انتهى، لا أحبه ولا أكرهه، في سبيل إعلان طلاقه رسميا بمديحة الحمداني وانتهاء حبه لها ولتجسيد معاناته الزوجية التي مر بها، كما الحال مع بلقيس. فيما تظل مديحة الحمداني تكشف عن خبايا وأسرار علاقتها مع الفنان السوري قصي خولي، آخرها عندما نشرت صورة فدحت معاملتها له عقب ستوري التي نشرها ثم تراجعت عنها. وفي هذا السياق فقد تورطت مديحة مع طليقها قصي بسبب منشور نشرته على خاصية ستوري يتحدث عن أن المرأة تكون في قمة جمالها وهي في بيت أهلها قبل الزواج، لأنهم يعاملونها بشكل جيد، أما بعد الزواج تفقد جمالها وبريقها لسوء معاملة زوجها، ما أثار الجدل بين المتابعين حول إمكانية أن تكون مديحة تقصد بكلامها هذا معاملة طليقها الممثل السوري قصي خولي لها، ما أحرجها واضطرها للرد، فقررت عدم الصمت أمام محاولات البعض توريطها، فوجهت رسالة عبر خاصية ستوريز عبر صفحتها الخاصة معلقة بما معناه أن الناس التي تملك فهما محدودا لا يجب أن تنسب أي شيء مما تضعه في ستوري على أنها تقصد شخصا أو شيئا معينا. ومن ناحية أخرى مشت نادين جيم على درب بلقيس وقصي خولي حيث قالت انتهى لزوجها الذي لا يقدرها، ونشرت صورة لها كتبت عليها بما معناه: علمتني الحياة أن المخاطرة ضرورية للمضي قدما في طريق النجاح، ليس سهلا على الإطلاق، سيوقفك الكثير من الناس عن التألق وسيخبرك آخرون لا يمكنك تحقيق ذلك، يجب عليك فقط اتباع حدسك، ليقوم قصي خولي بوضع علامة إعجاب على البوست.